سمع الرعاة الملائكة ينشدون لحضور المسيح بالجسد، فركضوا إليه لينظروا الراعي، فشاهدوه كحمل بلا عيب يرتع في حضن مريم، فأنشدوا قائلين: السلام عليك يا أم الحمل والراعي، السلام عليك يا حظيرة للأغنام الناطقة، السلام عليك يا سلاحا لصد الأعداء غير المنظورين، السلام عليك يا مفتاح أبواب الفردوس، السلام عليك لأن ما في السماء يبتهج مع الأرض، السلام عليك لأن ما على الأرض يطرب مع السماوات، السلام عليك يا فم الرسل الذي لا يصمت، السلام عليك يا جرأة لا تغلب للظافرين في الجهاد، السلام عليك يا سندا وطيدا للإيمان، السلام عليك يا سمة للنعمة بهية، السلام عليك يا من عريت بها الجحيم، السلام عليك يا من ألبسنا بها المجد، افرحي يا عروسة لا